انا دلوقتي في يعني الموضوع دلوقتي ما بقاش كده، بقى مثلا انا بكتب في اي وقت في اي حته في اي مكان في اي حاجه يعني، تمام. هي حضرت الفكرة عن لان دلوقتي انا الرياضة مربوط على ان طول ده اكل عيشي شغلي، طبعا. غير لما كان زمان كان موهبه كده موهبة. وتحس ان هو حاجه جنب الدراسه وجنب مش عارف ايه، لكن دلوقتي احنا مربوطين بده زي بقيت ده شاعر شغلي، ده غنائي شغلي، خلاص، ده ده شغلك. اكل عيشي. فمضطر ان انا لازم كل يوم، او مش كل يوم يعني، احيانا ما عنديش مود اكتب، مفيش حاجه في صح. معينه في دماغي غصب عني، لكن في الاساس لا، انا بقعد في اي مكان، اكتب في اي حته في البيت في اي حته بره البيت، ما عنديش مانع، الا الحاجات طبعا الحتت المزعجه ما بعرفش اكتب فيها، المزعجه بزياده. اللي هي دوشه قوي قوي يعني. مش هقدر يعني، اوكي. مش هقدر، اتعاونت كمان هتشتت. مع الفنانه نانسي عجرم، نانسي عجرم عملت كان لها اخر ايه بقى اصدار، اخر اصدار؟ اخر اصدار الاخيره اللي في دي اغنيه خطيره، ربنا يخليك. فيها شويه نرجسيه ايه. حقيقه مختلطه اورجانيك منين كده انا قلت؟ الاغنيه دي. لا مش من حد، ده انا كده لوحدها. كده. طب نانسي عجرم بقى اصلا لما شفتها، اصلا بحس نانسي عجرم بسبوسيه بونبونيه كده في نفسها قوي، فتعاملت معاها ازاي وتعرفت عليها؟ هل شفتها اصلا لا ولا ما بس شفتش التعامل نانسي، كان برضو؟ لا انا لحد دلوقتي ما اتعاملتش مع يعني، ما شفتش نانسي شكلا ويعني ما قابلتهاش كشخصيه، اوكي. بس اتعاملت معاها طبعا برضو عن طريق الواتساب وبتاع والموبايل وكده. ومكالمات وبتاع. اوكي. على طب فكره ممكن هو في تديني اغاني نانسي كتير عجرم؟ قوي، في اغاني كتير قوي بيتم فعلا انتاجها وبيبقوا كل محدش صناع شاف العمل حد. محدش شاف حد، على لا 50% الملحن شاف تقريبا كده. الموزع ولا شاف كاتب الكلمات ولا المغني او المغنيه ايوه شافوا صح التلاته والاغنيه بتطلع يعني تمام. صح هم كلهم تمام. لا لا اتعاملوا مفيش مع اي بعض، مشكله ابعت لي الكلمات هوبا انا هلحنها، يلا ابعتها للموزع، يلا بالظبط، سميها في هيغنيها. لبنان عندك الدنيا هناك بقت في سريعه، البلد. بقت سريعه جدا، وكل واحد عنده اصلا الحاجات اللي شغلاه يعني. مثلا نانسي عجرم ممكن يكون عندها حاجات في لبنان مش هتقدر تنزل، صح. انا عندي حاجات في مصر مش هقدر اسافر لها، او الملحن انت كذلك. عايز تنجز. فاحنا خلاص بيبقى الموضوع سهل. صح. احيانا مثلا لا، فنان يقول لك لا انا عايز مثلا الملحن والشاعر معايا في الاستوديو، فيحجزوا لنا مثلا، او نحجز احنا نروح دبي نروح مش عارف ايه، لازم طب نكون متواجدين. احيانا لا. اخر اوكي اصدار بقى، يعني عايز اعرف انت قلت الفكرة جاتلك بعتها كملت الفكرة اصلا بتاعت اخر اصدار الكلمات نفسها كتبتها، جاتلك ازاي الفكرة؟ يعني انا بشوف ان البنات اليومين دول بصراحه هم عايزين يقولوا كده يعني، هم بنات. صح. حصل يا باشا. انا شايف بعض كده. البنات لو لا سمحت يعني بشوف الستوريز ما شاء الله بتاعت 90% البنات كلهم، 90% محطي من الموبايل البنات كده انا بالظبط. اخر اصدار، اصل البنت هتقول واحده ايه عن ملش نفسها؟ تكرار. اصل البنت هتقول ايه عن يخرب نفسها؟ بيت جمالي، اي يخرب الجو ده. بالظبط. ممكن بقى دي فكره اغنيه جديده، يخرب بيت جمالي، انا مثلا بديك اللي افكار جايه اهو. دي خلاص. بس فبعد كده يعني، فانا كتبتها عادي يعني على حسب يعني، مش كنت متخيل ان هي ما بقدر. لنانسي ولا لا؟ لا طبعا يعني في اغاني كده ما بقاش متخيل حد يعني، على فكره يا نانسي ده لون جديد عليها يعني، ما بالظبط. غنيتش ده قبل كده ايوه. هي بتغني دايما الحاجات اللي فيها مشاعر واحاسيس دايما. قوي. يا اما الحاجات اللي هي المقسوم اللي هي بتبقى لايت جدا بقى، بالظبط. انما الحاجات اللي فيها كلام جريء زي ده ما هي ما بتقولوش. قالتوش قبل كده. ايوه. فانا فالموضوع كان جه طبعا من عن طريق الفيلم، الفيلم كانوا مرشحين نانسي عجرم انها تغني الاغنيه، وغنت الاغنيه والحمد لله يعني عجبت الناس. ونجحت قوي ما شاء الله. الحمد لله اكيد. الحمد لله. كمان هنروح بقى من نانسي وهيفا لنوال الزغبي، انت غاوي لبنانيات، انا ما اعرفش انت ليه انا لبنان. سالكه معاك لبنان قوي يعني. طبعا الحمد هم لله. شعبي يجنن وخطير، واللي يتعامل معاهم مره يبقى عايز يتعامل معاهم مليون جدا الف مره جدا من كتر لذاذتهم محترمين وجمالهم جدا جدا، كمان. وبيقدروا جدا الفن برضو، ناس جميله. فنوال بالظبط الزغبي بقى بروفيشنال. طبعا، هي نوال الزغبي بالنسبه لي هي يعني الملكه، انا لا بحبها لا جدا نوال جدا، طبعا طبعا ومفيش حاجه عملتها وحشه، ما شاء الله نوال خطيره طبعا، اصل احنا يعني تربينا على اغانيها اصلا. بالظبط.